بعد أن كانت المحلات التجارية تغلق أبوابها في المملكة قبل حلول منتصف الليل، اليوم أصبح مسموحا لها بالعمل 24 ساعة. قرار من مجلس الوزراء السعودي بالسماح للأنشطة التجارية بالعمل على مدار اليوم. القرار من منظور اقتصادي يعتبر يعني هو جيد جدا، إنه يفتح مجالات العمل أطول، فبالتالي يوفر فرص وظيفية أكثر، بالإضافة ينشط الحركة خاصة المدن السياحية والمدن الرئيسية زي الرياض وجدة. وزارة الشؤون البلدية والقروية ستحدد الأنشطة التجارية التي يسري عليها القرار والمقابل المالي المقرر لذلك. ففي بعض الأنشطة قد تكون هناك ضرورة لوجودها أو عملها 24 ساعة خارج الساعات المسموح بها نظاما، فقرار فوض وزير الشؤون البلدية والقروية بتكون هذه الأنشطة معفاة من المقابل المالي. السماح بالأنشطة التجارية على مدار اليوم قرار يهدف لرفع مستوى سكان المدن وفتح آفاق جديدة لقطاع الأعمال. الحكومة السعودية تتوقع أن ينعكس القرار على الاقتصاد الكلي للدولة ونمو الطلب على السلع واستقطاب الاستثمارات، وهي جملة أهداف تسعى رؤية المملكة 2030 لتحقيقها.